أعلن صندوق العمل تمكين توقيع اتفاقية لرعاية مشروع منصة ستارت أب بحرين بهدف تأسيس منصة حاضنة للمشاريع الناشئة في المملكة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيدة مها مفيز القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين. أهلا بك في نشرة الثالثة. جهود تمكين طبعا بارزة ومستمرة في تقديم الدعم لرواد الأعمال في المملكة. ما أهمية مبادرة ستارت أب بحرين التي تم الإعلان عنها مؤخرا بالنسبة طبعا لدعم المؤسسات الناشئة؟ أولا مسي عليكم بالخير أختي ونشكركم على الاستضافة اليوم. طبعا تعتبر مبادرة ستارت اب بحرين من أبرز المبادرات المعنية برواد الأعمال في البحرين من انطلاقها طبعا من عام 2013. طبعا كان الهدف أختي من إطلاقها يتمثل في خلق بيئة داعمة ومحفزة لريادة الأعمال، كذلك طبعا تعزز البيئة الريادية للبحرين. نعم. اليوم طبعا كذلك توفر المنصة المبادرات والفعاليات اللي تجمع بين أصحاب المشاريع الناشئة ورواد الأعمال اللي تبادل طبعا الخبرات والاستفادة منهم. اليوم احنا طبعا في تمكين هدفنا من خلال هذه المبادرة استضافة سلسلة من الفعاليات الهادفة اللي تقدم الدعم اللازم للمؤسسات المساهمة في خلق وظائف نوعية للكوادر الوطنية في القطاعات الواعدة وتوفير التدريب اللازم لذلك. نعم سيدة مها، يعني أعلنتم مؤخرا استعدادكم لاستضافة فعالية الأسبوع العالمي لريادة العمل، لو تحدثينا أكثر حول هذا الموضوع وأهميته طبعا بالنسبة لمملكة البحرين. اي نعم طبعا بكل تاكيد اختي. طبعا احنا اليوم في مرحله الاعداد للاحتفاء بالذكرى ال15 على اطلاق مبادره اسبوع رياده الاعمال العالمي. نعم. اللي تمثل طبعا احدى مبادرات شبكه رياده الاعمال العالميه ومسمى بالجلوبال انتربرنور نتورك. في هذه الاسبوع يتم الاحتفاء بفعاليه طبعا في اكثر من 180 دوله حول العالم لتعزيز مكونات المنظومه الرياديه المحليه وفي كل دوله، وطبعا ذلك يشجع الراغبين في دخول المجال ونشر ثقافه رياده الاعمال. احنا في طور الترتيب والتنظيم ل 15 فعاليه خلال الفتره ما بين 14 و 20 نوفمبر. نعم. هذه السنه، ونسعى من هذه يعني المشاركه باذن الله الجمع بين رواد الاعمال والمستثمرين وصناع القرار وغيرهم من الشركاء لتبادل الخبرات الرياديه واختي المساهمه طبعا في ايجاد الحلول اللي تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي. طبعا من المهم ان انا اختي اوضح ان خلال سنوات عملنا الماضيه تم تقديم الدعم الى اكثر من 19,000 رائد عمل لاطلاق اعمال جديده لهم وتعزيز منظومة فاعلة حق الشركات الناشئة في البحرين. طبعا أخيرا وليس آخرا بعد احنا قدمنا دعم لتمويل أكثر من 7,000 شركة صغيرة ومتناهية الصغر عبر المحافظ طبعا التمويلية المختلفة. نعم السيدة مها مفيز القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين، شكرا جزيلا لك.